كل التحية ليك يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام، واحد من أبناء النادي، واحد من اللعيبة الرجالة اللي عمره ما تسمع صوته. كابتن أيمن مبروك، بطولة غالية. أيمن أشرف واحد من اللعيبة اللي دايما بثقة جماهير النادي الأهلي، عند ثقة جماهير النادي الأهلي. الحمد لله، طبعا بمسي على الكابتن أيمن طبعا، وبمسي على جمهور النادي الأهلي في قناة الأهلي. طبعا الحمد لله قدرنا نحقق اللقب بطولة الدوري المعتادة الحمد لله، وإن شاء الله يعني ببارك طبعا لجماهير النادي الأهلي، وببارك وببارك لمجلس الإدارة، وببارك للعيبة الرجالة دي، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن إن شاء الله بإذن الله. كابتن أيمن، الجماهير مستنية بطولة أفريقيا، حلم كبير، بطولة أفريقية. طبعا طبعا حلم كبير، كلنا عايزينه، إن شاء الله بإذن الله نقدر نحققه بإذن الله. كابتن أيمن،